كان واحد توافد كبير ديال المواطنين على مركز تحقن الدم وعلى القافله اللي موجوده في بجانب المركز تحقن الدم وكذلك القافله ديال باب الحد، وهذا الشيء كيبشر بالخير لان كيبين على سيام المواطنه والتضامن اللي عند المغاربه. هذا الشيء فرحنا كثير لدرجه ان يعني الطاقم الطبي اللي كاين في المركز ماشي كافي لاستيعاب هذا العدد الكبير، وحنا كأطر إدارية كاين مركز، أنا مثلا أنا مديرة بالنيابة للمركز الوطني وأنا كنساعد هنايا في القافلة باش ندوزوا هاد الناس كاملين باش كلهم يتبرعوا بالدم ديالهم، لان هما عندهم اراده قويه باش يتبرعوا بالدم وباش يساعدوا اخوانهم المرضى، وحنايا هنايا باش نخدموا يعني يمكننا نخدموا ليل ونهار باش هاد الناس هادو يتبرعوا بالدم ديالهم ويساعدوا المرضى اللي محتاجين لهاد الماده الحيويه. جيت لهنايا باش نتبرع الدم بعد ما سمعنا الفاجعه اللي وقعت في لاكسيدون ديال التران. سمعنا بلي بزاف تبليسة وبعد ما شفنا بعض الاعلانات في الفيسبوك كيقولوا بلي خصنا نمشيو ضروري نمشيو نتعاونوا مع هاد الجرحى، وجينا اليوم باش نعطيو الدم لهادو الله يشافيهم والله يرحم ساكن اللي ماتوا، وكنعزيو العائلات ديال الضحايا اللي مساكن ماتوا في ديك الحادثه، واليوم حتى حنا جينا نتعاونوا معاهم، وهذا نداء لجميع المواطنين المغاربه باش يجيو حتى هما يتعاونوا مع هاد المرضى المسكينه محتاجين الدم. جيت هنا باش نعطي الدم. اولا انا كنت مني متابعه كنفكر نعطي الدم، عمر ما جات لوكازيون. البارح في مواقع التواصل الاجتماعي كاملين الناس كيلوحوا دي بوبليكاسيون، تلاحوا واحد ليفيرمون كبير ديال حمله ديال التبرع بالدم، كيوريو لي ستوند فين ممكن الناس انهم يعطيو الدم ديالهم على قبل الفاجعه اللي طرات في طريق بوقنادل. كاع الناس يعني عطاو دي زوفر غراتويتمون باش انهم يوصلوا الناس الي غوتور من قنيطره رباط كازا قنيطره. صافي قلت علاش لا، انا ما جيتش نتبرع بالدم خاصه انه عندي فصيله ديال امه نقدر تعطي لاي واحد، وعملنا باللي خاصو يكون على طول العام ماشي بالضروره غير في هاد المشاكل هاد. الحديثه اللي شفت فيسبوك وكذا اثرات فينا حنا شويه، وداك الشيء سمعت الاصدقاء ديالي كيهضروا على تمشيو تبرعوا بالدم، قلت لهم مرحبا ماشي مشكل نمشيو، جينا حنا نتضامنوا مع خوتنا علاش لا.